نعرف أساليب التغذية الصحية الشاملة خلال شهر رمضان المبارك، كيفية الصيام بهالفترة بشكل صح، وبعض الأسئلة حول الصيام بالنسبة للمرأة الحامل مريض السكر. طبعا رح جاوبنا عليهم أخصائية التغذية أريجة درويش. صباح الخير ورمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد عليكم. رمضان كريم أريج، عاد عليك يا رب. بلشنا بتقرير حلاوة الجبن. عم نحكي كنا حجر شهر رمضان الكريم والعيد والعيد والأكلات الطيبة، بس خلينا نحكي اليوم كيف بدنا نبلش وجبة الإفطار بطريقة صحيحة ما نتعب معدتنا وما يزيد وزننا يمشي. تمام. هلا نحن خلال شهر رمضان في عنا فترة صيام هلا طويلة بين 12 ل 13 ساعة تقريبا، فلما نحن بدنا نبلش بوجبة الإفطار المفروض نحن تكون الوجبة ناخذها بشكل كتير صح لحتى نتجنب المشاكل الهضمية اللي ممكن تصير معنا، من التخمة للاضطرابات الهضمية اللي ممكن كتير تضايقنا. فنحن المفروض نقسم وجبة الإفطار لثلاث مراحل. المرحلة الأولى نبلش دائما بالتمر، التمر كتير عنصر مهم، بعدل السكر صحيح؟ تماما، هو فيه كمية سكر كتير منيحة، فبتساعدنا نعدل معدل السكر بالدم بعد فترة الصيام الطويلة. فنحن بدنا نبلش بحبة بتمر بين حبة لثلاث حبات تقريبا بداية، مع المي، كاسة المي المفروض تكون موجودة مع التمر أول شيء. المرحلة الثانية بده يكون في عنا الشوربة، طبعا لما بدنا نختار حتى نوعية الشوربة المفروض تكون نختارها بطريقة صح، ما تكون فيها كمية دهن كبيرة، يعني ما يكون فيها الكريمات أو الماجي الثقيلة، المفروض بتشبه. نختار تماما، وبتكون ثقيلة على المعدة أول ما بناخدها. فنحن بدنا نحاول أفضل شيء ناخد إما شوربة الخضار أو شوربة العدس، هدول أفضل اثنين حتى نقدر نختارهم صح. كمان طبق السلطة المفروض يكون موجود، هاي بعد صحن الشوربة طبعا. آخر شيء بيجي عندنا الطبق الرئيسي، طبعا الطبق الرئيسي المفروض يكون بيحتوي على نشويات معقدة اللي هي إما الرز أو المعكرونة أو بلورغول أو الفريكة، نحاول نتجه دائما نقول للشغلات الغامقة أو السمرة، بالإضافة للبروتين الحيواني، إما بده يكون جاج أو بده يكون لحمة، ودائما طبعا الجاج يكون منزوع الجلد حتى نخفف كمية الدهن الموجودة فيه، ونحاول ناخذ قد ما فينا صدر الدجاج لأنه هو أقل كمية دهون بتكون موجودة بصدر الدجاج. بينما باللحمة كمان إذا بدنا ناخذها نحاول تكون خالية من الدهون، ما يكون فيها كمية دهن كتير كبيرة. وفي عنا شيء كتير مهم إنه نحن نخلي فاصل بين هاي المراحل الثلاثة، يعني أول شيء وقت بلشنا بالتمر والمي نخلي فاصل تقريبا 10 دقائق حتى ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي الشوربة والسلطة، نخلي كمان 10 دقائق حتى نبلش بالطبق الرئيسي لحتى نقدر نحن نخلي معدتنا تشتغل طريقة صح. أريجة، يعني كثير من القصص أو العادات خلينا نقول بنشوفها خلال شهر رمضان، وأهم العصائر اللي بتكون موجودة كمان على طاولة رمضان، شو بتنصحي بالعصائر وخاصة أنه هو مشروب يعني ما بيتخلوا عنه؟ أكيد طبعا، انه بيعتقدوا انه بيخفف العطش. تمام. هلا فخلينا نعرف شو هي العصائر المسموحه وشو هي العصائر الممنوعه، وخاصه عم نحكي عن مرضى السكري كثير بيشتهوا برمضان. هلا في عنا نحن مشروبات كثير شائعه برمضان مثل العرقسوس، مثل التمر الهندي، في كثير ناس بتحبها وبتشربها بكميات كثير كبيره. هلا في عنا اول شيء العرقسوس كثير مهم عند مرضى الضغط او المرضى القلب انه ينتبهوا على هاي القصه. العرقسوس كتير بيعمل احتباس بالصوديوم، كتير بيعمل احتباس مي، وبيطرح شوارد البوتاسيوم من الجسم، هذا الشيء كتير بيأثر على مرضى القلب، فأي مريض قلب ممنوع أنه يشرب العرقسوس. بينما التمر الهندي بيقدر ياخده بس بكميات بسيطة، يعني ممكن 3 مرات أو 4 مرات بالأسبوع مو أكتر، لأنه فيه شوارد بوتاسيوم كتير بنسبة منيحة، فبيقدر يعدل هاي الشوارد الموجودة بالجسم، لهيك فيه ياخده مريض القلب. بينما مرضى السكر هدول بتختلف من حالة لحالة، طبعا نحن عنا أنماط، النمط الأول من السكر والنمط الثاني. الشخص اللي معالج بالإنسولين يعني النمط الثاني من السكر، إذا كان بياخذ إنسولين 3 جرعات أو 4 جرعات بالنهار المفروض ما ياخذ أبدا من هاي المشروبات. بينما المعالج بالأدوية ممكن يقدر ياخذ، بس المهم الكمية، يعني نحاول نضبط الكمية قد ما فينا، مو أكثر من كوب بالنهار و3 مرات بالأسبوع مو أكثر. طبعا المشروبات الغازيه فيها كميه سكر كتير كبيره، هي كمان بينصح فيها لا خلال ايام شهر رمضان المبارك ولا غيره. تماما، حتى الاشخاص الاصحاء لانه هي كتير بتعمل عطش، فالشخص اللي بيشربها خلال فتره الافطار حيكون في عنده فتره عطش كتير وقتها بيبلش بالصيام مره ثانيه.
للاسف ريج عم نشوف من العادات اللي هي يمكن بديهيا خاطئه، كثره الطعام المفرطه. عم نشوف من فتره الافطار لفتره السحور بنشيل طبق بنحط طبق، بنشيل عصير بنحط عصير، قد ايه هذا الشيء غلط؟ يمكن بياثر على الجسم بشكل كبير، خاصه السحور عم بيكون بوقت متاخر طبعاً. وحتى الافطار اليوم يمكن بوقت متاخر. خلينا نحكي كيف فينا نضبط هذا الشيء بطريقه صحيحه، نشبع بدون ما نحس يمكن بالتخمه ويزيد وزننا ونعمل مشاكل بالهضم. هلا اول شيء مثل ما قلنا انه نحن نقسم الوجبات، يعني ما ناكل كميه كثير كبيره فورا بعد فتره الصيام، يعني نقسم وجبه الافطار لثلاث وجبات، هي شيء كثير مهم. في عنا شيء كثير الناس انه بياكلوا بسرعه، هذا الشيء كمان كثير غلط وبيعمل تخمه، ما بيحسوا هني وعم ياكلوا لحتى يوقفوا حتى يقدروا يحسوا بهي التخمه اللي صارت. لهيك كثير مهم انه نحن ناكل ببطء، نمضغ ببطء. وفي عنا هلا برمضان تنوع كثير بالاكل، فنحن بدنا نحاول انه يكون في عنا كثير تحديد بهي القصة. يعني مثلا لما بدنا ناخذ السلطة يكون نوع واحد مو اكثر من نوع موجود، حتى الطبق الرئيسي يكون نوع واحد، نحاول نحدد الاصناف ما ناخذ كثير انواع من هي الاكل، واهم شيء الفاصل الزمني بين الوجبات لحتى نقدر نتجنب هي القصة. كان كيفية الهضم كمان مو ناكل بسرعة اكيد. خلينا نحكي أريج كمان عن أهمية شرب الماء، وخاصة أنه 13 ساعة صيام، فأحيانا الواحد على الأكل والسوائل السخنة اللي بيشربها أو الباردة بينسى يشرب مي. صح. هلا في عنا كمان خطأ بس كتير شائع، الناس بتتصرف أنه بتشرب مي بكمية كبيرة وقت وجبة الإفطار. هلا هذا الشيء غلط. هلا نحن وقت الأكل كرش أو بطل بتعمل عصير هضم فبتضايق كتير، فنحن بدنا نحاول حتى نحن في عنا شيء انه الكلية ما بتصرف اكثر من نص لتر خلال لتر عفوا خلال الساعة، فاللي بيشرب كمية كتير كبيرة هو عم يعمل عبء زيادة على الكلية. يعني نحن المفروض من وقتها بيصير وجبة الافطار لوجبة السحور نحن كل نص ساعة ناخد كوب مي مو اكثر من هيك، كل نص ساعة لثلاث ارباع ساعة يكون في كوب مي. اما لما بنشرب نحن كميات كبيرة خلال فترة قصيرة، اول شيء ما حي يعني هذا الشيء حيأثر علينا وقت نبلش الصيام، فنحن حنحس بعطش اكثر. لهيك كتير مهم هي القصة انه نحن نوزع كمية المي اللي بدنا نشربها. وفي كمان خطأ انه بيشربوا كتير كمية كبيرة على السحور منشان ما يعطشوا، كمان هذا الشيء غلط، كثير بيأثر على معدل السكر بالدم وكثير بيعمل خربطة بدرجة حرارة الجسم. لهيك نحن اذا شربنا كمية كبيرة من المي على السحور حنكون معرضين اكثر لانه نعطش خلال فترة الصيام. نعم. يمكن السحور هي الوجبة اللي كثير عم نركز عليها، اهميتها لثاني يوم يمكن تبقى معنا، شو هي اهم الأغذية اللي بتنصحي فيها أريج ونتناولها على وجبة السحور بتعطينا طاقة لحتى نكمل صيامنا ثاني يوم، واهم المشروبات اللي لازم ناخدها والمشروبات اللي لازم نبتعد عنها؟ هلا وجبة السحور في عنا كتير ناس بتقطعها أو ما بتاخدها لحتى تنزل وزنها، هذا خطأ كتير كبير. وجبة السحور هي الأساس لحتى نقدر نحن ننزل وزننا خلال شهر رمضان. هلا وجبة السحور برمضان بتساوي وجبة الفطور بالأيام العادية، فلهيك نحاول تكون وجبة خفيفة، ممكن من أهم الأطباق اللي فينا ناخدها. إذا أكلنا ونمنا بهالطريقة هلا بده يكون تقريبا فرق خلال ساعة بين آخر وجبة وبين النوم. تمام. لأنه كمان هذا ممكن يعملنا عصر هضم إذا أكلنا وفورا نمنا، فنحاول يكون على القليلة ساعة بين الوجبة وبين ما ننام. هلا وجبة السحور من أهم الأطباق الموجودة فيها ممكن الخبز الأسمر، طبعا هي الكربوهيدرات. بالنسبة للبروتين مفروض يكون في عنا بروتين بشكل كتير منيح، إما البيض أو الجبنة أو اللبنة، أي من هاي المأكولات اللي بناكلها نحن على الفطور بالأيام العادية. في عنا كمان الخضرة. هلأ وجبة السحور لازم ناخد فيها أكثر شيء الخضرة اللي بيكون فيها مي بكمية كبيرة لحتى نقدر نحمي حالنا من العطش. الخيار والبندورة فيهم كمية مي بنسبة 95% تقريبا، فهن كتير من الأغذية المهمة لازم يتواجدوا على السحور بشكل يومي. في عنا شغلة مهمة كتير إنه إحنا لازم نركز على أصناف الأكل اللي فيها بوتاسيوم، لأنه البوتاسيوم بيعدل كمان الشوارد خلال النهار وخلال فترة الصيام. من أهمها هي التمر، الموز، البطيخ، الفليفلة، هي كتير كلهم طيبين وكلهم موجودين، ففينا كتير هلأ ناخدهم على وجبة السحور، هذا الشيء كتير مهم. ونخفف المشروبات اللي فيها سكر، نخفف المشروبات الأكل اللي فيه مخلل أو ملح بكمية عالية، لأنه هذا كمان هيخلينا نعطش أكثر بفترة الصيام. طيب أريج كمان يمكن مثل ما قلنا أنه كمان صايم
بيجي على باله ياكل اكلات الحلو او الحلويات اللي فيها سكر بعيدا عن العصائر، فخلينا كمان نعرف قد ايه مسموح له مثلا اذا اجى على باله حلو انه ما يحرم حاله. خلينا نحكي للمراه الحامل يعني بهذا الظرف برمضان كيف هي كمان تنظم وجباتها. هلا بالنسبه للحلويات هي كثير بتكون موجوده برمضان ودائما بتكون موجوده بشكل يومي، فنحن لحتى نقدر نخفف واحد مو اكثر خلال النهار، طبعا فينا نعوض بالحلويات العربيه او الحلويات الدسمه، نعوض عنا بالفواكه المجففه المكسرات، الفواكه المجففه كثير فيها كميه حلو بتساعدنا لحتى نعوض عن الحلويات، والفواكه العاديه كمان فيها كميه سكر فينا نعوض فيها عن الحلويات. طبعا ما نحرم حالنا نهائيا، فينا ناخذ بس نحدد الكميه اللي بدنا ناخذها، يعني ما تكون كميه كثير كبيره من الحلو الموجود. بالنسبه للمراه الحامل، المراه الحامل طبعا كل حدا حاله غير عن الثاني، بس بشكل عام ما في مانع من الصيام اذا ما كان هي في عندها اي مرض مرافق للحمل. في عندنا كثير ناس بيكون في عندهم ضغط الحمله او السكري الحمله، هدول الاشخاص بدنا نمنعهم عن الصيام. اما اذا كان ما في مشكله عندها بصحتها ففيها تصوم، بس بدها تحاول اكثر شيء تخفف من المشروبات او الاكل يلي بيرفع الضغط، يعني مثل ما قلنا المعلبات المخللات هي الامور، الموالح في كثير ناس تاكل موالح بالسهره، كمان بدها تحاول تمنع نهائيا لانه هي اساسا بتكون معرضه لارتفاع الضغط اكثر من الاشخاص العاديين. تمام. بالنسبه كمان للسناكات قريج، مو بس عندنا فطور وسحور، اكيد شو هي اهم السناكات اللي بتنصحي فيها كمان كان بتخلينا نشعر يمكن بالشبع بتمدنا بكل العناصر الغذائيه المطلوبه؟ هلا في عندنا مثل ما قلنا اول شيء الاغذيه اللي بتحتوي على البوتاسيوم مفروض كثير تكون نركز عليها وتكون موجوده بشكل يومي. طبعا نحن بعد الافطار تكون الوجبه الثانيه بعد ساعتين او ثلاث ساعات، ما نحاول ناكل كل شيء ورا بعض، يعني نخلي فارق اقل شيء ثلاث ساعات بين الوجبه والثانيه. المكسرات النيئه اللي ما بتكون محمصه ما بيكون مضاف لها ملح هي سناك كثير مهم لازم يتواجد، بالاضافه للفواكه المجففه للتمر، هدول الثلاث عناصر كثير مهمين وكثير لازم يتواجدوا بشكل يومي بين وجبه الافطار وبين وجبه السحور. تمام. اكيد اريج يعني، وما بننسى انه الصيف الفواكه الموسميه تبعيته كثير مليئه بالمياه وكمان كثير طيبه، يعني بنصح الكل انه كمان ياكل. ننصح دائما بكل شيء موسمي، يعني كل شيء موجود بوقته يكثر منه الشخص، يحاول ما ياخذه بموسم ثاني يستفيد منه. نحن نشكرك يا اريج على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ونتمنى انه منا وجر نلتزم فيها. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.